السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجدد اللقاء بكم في هذا الموضوع هذا ديال اليوم اللي تعني يعني الصحة من ناحية البشرة ديالنا. فاختاريت لكم اليوم واحد الشيء اللي أي واحد فينا تحتاجه في الحياة ديالو اليومية، وهو الصابون. فالصابون هو من الأشياء الضرورية ومن الأساسيات اللي تنحتاجوها في اليوم ديالنا، غير أن كاين صابون اصطناعي، كاين صابون غير صحي. فاحنا عندنا واحد الصابون اللي مهم اننا نعرفه لكم لما يحتويه من الاشياء الطبيعيه والصحيه اللي غنوريه لكم دابا. فهو هذا صابون طبيعي، يعني صابون طبيعي. المكونات ديالو الرئيسيه، يعني كما تنقولوا لي برينسيپ اكتيف اللي كاينه فيه، تلقاو صابون يحتوي على الجليسيرين وزيت الكوك وزيت الخرواع. فهادو المكونات الاساسيه اللي فيه. عاد تنقدروا اننا نضيفوا اشياء اخرى اللي غنهضر لكم عليها دابا ان شاء الله. فالفرق اللي فرق او وجه الاختلاف ما بين الصابون اللي غنصحكم انكم تختاروه دابا والصابون الاصطناعي، هو ان الصابون هذا اللي تنبيع في الباغا فارماسي، اللي هو يعني من المنتجات اللي تتعجبني بزاف في عالم صحة البشرة وعالم النظافة. فالفرق بين هاد كما قلت لكم بين هاد الصابون هذا والصابون الاصطناعي، واللي هو انه صابون ديالنا مصفى قبل جفافه، يعني قبل الاستعمال ديالو فهو يتم تصفيته، وكذلك هذا قبل اننا نستعملوه او باش نجفوه باش انه يصبح صابون. فهاد التصفيه هذه هي اللي تخليه انه الاستعمال ديالو البشره ديالنا تحترم وتحافظ على البي اش الندخ في الجسم ديالنا. يعني هذا هو السبب، ان هاد التصفيه هي السبب اللي تتخلي ان هاد الصابون ديالنا ما تنشفش البشره، وبالعكس هو تزيد هذا يعطيها واحد الاحساس ديال النعومه، لانه مناسب والنسبه ديالو نسبه البي اش ديالو مناسبه لجميع انواع البشره. كما نضيف اليه نسبه من خلاصه الاعشاب على حسب النوع المطلوب من طرف الزبناء ديالنا. فهناك زبناء اللي تيفضلوا انهم يكون هذا الصابون هذا فيه مثلا اعشاب ديال اعشاب ديال الخزامه، او لا اعشاب ديال او لا الورد او لا التين الشوكي، او لا يعني على حسب الطلب ديال الزبناء ديالنا تيتم هذا تصنيع هذا الصابون هذا الطبيعي 100%. فالشيء جميل فيه هو اننا ممكن اننا نضيف فيه، يعني نضيف اليه نسبه كافيه من خلاصه الاعشاب على حسب النوع المطلوب، وذلك ليكتسب هذا الصابون الطبيعي خاصيات الزيوت المضافه من ناحيه الرائحه الجميله اللي تقدروا انكم هذا تشموها وتعطيكم واحد الراحه، لان معروف ان الاعشاب يعني كاينين زيوت اساسيه تدخل في العالم النفسي ديال الشخص باش تعطيه واحد الراحة وواحد الأمان داخلي ونفسي. فممكن أننا نضيف كذلك زيوت أساسية لهذا المنتج هذا على حسب الطلب ديالكم، وبذلك يكتسب هذا الصابون هذا خاصية الزيوت المضافة إليه، لأنه تصبح محارب لجفاف البشرة ويحافظ عليها مقارنة مع الصابون العادي. فهذا الصابون ديالنا هو يعني واحد الصابون اللي تيعتني بالبشرة، وكذلك هو صابون ممكن استعماله كشامبوان للشعر. يمكن للزبناء ديالنا أنهم يطلبوا الصابون بالمواصفات اللي بغاو وبالطلبات اللي يقولوا لنا اننا نصنع لهم هذا الصابون بها الخاص بهم من جميع انواع الاعشاب والزيوت الاساسيه والعطريه. فاحنا مستعدين اننا نوجد لكم صابون يعني صحي وجيد بالنسبه للبشره ديالكم. كما قلت لكم بالنسبه للشعر، ف
فواحد الملحوظه هو انه الصابون ديالنا خالي من المواد الكيميائيه، ويمكن استعمال هاد الصابون اللي تنوريكم دابا كشامبوان صلب للشعر، فهو مهم بزاف. خاصه هناك انواع ديال الصابون اللي فيه زيوت عطريه، مثلا شعر دهني، فديال الصابونات اللي كاينين تيتواجدوا عندي تيصلحوا للشعر الدهني، خاصه لفروه الراس اللي بها مشاكل وتعاني من الدهون الزائده. فعندنا صابون اللي هو مهم بزاف لهذا النوع ديال الشعر. إذا صابون يستعمل لعدة استعمالات، كما قلت لكم يعتبر هذا صابون شامبوان صلب للشعر. فكما هضرت لكم على الشعر الدهني، فممكن أن الناس اللي عندهم شعر جاف أو جاف جدا ممكن أنهم يستعملوا الصابون مثلا لهذا الشعر الجاف لهذا الصلب، يعني صابونة يغسلوا بها الشعر ديالهم. ويمكن اختيار زيت صابونه بزيت الكوك، او لا بزيت صابونه بزيت ارغان، او لا صابونه بزيت الورد، او لا بزهره البرتقال. فهادو مهمين بزاف، تيخليو الشعر جميل جدا ورطب وسهل في الغسل ديالو في الحمام. حاجه اللي كاينه هو ان هاد الصابون عند الاستعمال ديالو في الغسله الواحده، يعني من الانسان غادي يبغي يغسل الجسم ديالو الشعر ديالو، فهو يستعمل مره واحده. ممكن انكم تغسلوا كل نهار تستعملوه، ولكن عند الغسل يستعمل مره واحده، فهو قادر انه باستعمال واحد ينظف لكم الشعر ديالكم لما يحتوي لما هذا بسبب المكونات الطبيعية اللي فيه والصحية. فننصحكم انكم تختاروا هذا الصابون الى بغيتوا تبدلوا الشامبوان ديالكم، فهو مزيان للشعر ولفروه الشعر وللجسم وللبشره ولكل، يعني متعدد الاستعمالات. وشكرا.